اهلا بيكم. هنتكلم دلوقتي عن مرض يطلق عليه المرض المحرق او المرض المرهق، مرض الاكزيما. الاكزيما صحيح مش من الامراض الجلديه الشائعه زي حب الشباب او الثعلبه، ملوش صيت واسع او معروف قوي، لكنه معروف جدا للمصابين به زي ما قلنا، لانه من الامراض المحرجه او المرهقه او المؤرقه. يعني ايه اكزيما؟ يعني ايه اعراضها؟ ويعني ايه اسبابها؟ وايه كمان طرق علاجها وكيفيه الوقايه منها؟ هنتكلم عن كل هذه المحاور مع ضيفنا الكريم دكتور محمد اسماعيل القاضي. اهلا بك يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا دكتور محمد. في الحقيقه احنا طبعا عارفين ان مرض الاكزيما هي مرض، احنا هنعرف طبعا من حضرتك هي موسميه ولا لا، ولكن في البدايه عرفنا يعني ايه الاكزيما. الاكزيما ببساطه التهاب جلدي، بس التهاب جلدي كل التهاب جلدي غير فيروسي او غير بكتيري. بمعنى ايه؟ بمعنى ان هو بيكتسب عن طريق المناعه. تمام. عوامل خارجيه او عوامل داخليه بتصيب الجلد زي قشور او حبوب وبثور. تمام. فالمناعه بتاعه الجسم زي ما تقولي كده اللي هي ايه، بتظهر على الجلد عن طريق البثور دي او عن طريق القشور. تمام. انما غير فيروسي او غير بكتيري. وهو انا بس بعترض على كلامك ان هو محرج، لا هو مش محرج لان هو غير معدي. هو مرض، انا قصدي محرج في الشكل، يعني حكايه ان يكون في احمرار او بثور او قشور في الجلد، فبيبقى يعني المريض بيبقى فاهمك. ايوه فاهم حضرتك. في مضغوط نفسيا، بس هو غير معدي خالص لان هو يعني ايه زي ما قلت لحضرتك مرض مناعي بالاساس. مرض مناعي بالمقام الاول. معلش ممكن يا دكتور توضح لنا يعني ايه مرض مناعي؟ مرض مناعي يعني مرض بيكتسب عن طريق المناعه، المناعه هي السبب فيه. مرض او ممكن مثلا من عن طريق جينات وراثيه هي وراثة. سبب وراثة. ممكن نقول من اسباب بنسبة كبيرة جدا. بنسبة كبيرة جدا. عوامل وراثية لان هو بيصيب الاطفال بنسبة كبيرة جدا. صحيح. الاطفال خصوصا بيبان عليهم من بعد 6 شهور لحد سنتين، ممكن يعني ايه 25% من الاطفال كمان اللي بيصابوا بعد 5 سنين مثلا او 6 سنين ممكن يروح منهم الاكزيما طبيعي. انما في معظم الاطفال 25% من الاطفال بيصابوا باكزيما. وممكن بتبقى ساعات الام مش عارفة ان الابن عندها اكزيما، تلاقي كده وشه احمر ومنور، تفهم ازاي، فيقولوا بسم الله ما شاء الله ولا بس الدم، بس هي دي ممكن يكون دمويه. دمويه. هو لا قدر الله عنده مرض الاكزيما. طب معنا بعد الصور يا ريت مخرجنا الكريم يعرضها لنا عشان نقدر برضه نتفهم موضوع اعراض الاكزيما. اتفضل يا دكتور. كنت حابه اسال حضرتك هل ليها انواع؟ الاكزيما ليها انواع. عندنا اكزيما ذاتيه المنشا، اكزيما داخليه المنشا، واكزيما خارجيه المنشا. دكتور محمد الصوره اللي ظاهره معانا دي اعراض الاكزيما؟ دي اكزيما اليدين. دي كانت حاله زي ما انت شايفه كده، البثور بتبقى باينه عليها ويبقى غالبا بتبقى معبيه زي ماده كده جوه. دي برضو من ضمن الحاجات اللي مثلا ايه يعني ايه بتفرقنا عن الصدفيه. وفي جميع الاحوال دايما بنقول ان اللي بتظهر عليه اعراض جلديه او حاجه كده هو لازم يروح لاقرب دكتور ليه. تمام. زي لازم الكشف السريري دوت والتشخيص من الطبيب هو اللي بيحدد لنا احنا هنمشي على طريق يعني ايه، على خطه علاج ايه بالظبط. انما ان الناس مثلا تنزل صيدليه او كده هو وياخد تشخيص من اي حد غير الطبيب المعالج ده شيء غلط جدا. واحنا حتى عندنا في الصيدليه في صوره كمان ظاهره معانا يا دكتور محمد، دي الاكزيما المصابيها الاطفال. دي الطفل، الطفل ده كانت حالته صعبه جدا يعني. هو طفل صغير قعد 7 سنين في الحاله دي. دي كانت حاله فعلا كانت عند حضرتك؟ دي كانت عندي. الحاله دي الحمد لله يعني ممكن تشوفي صورتها بعد كمان. وهل يعني ده كان وراثي؟ يعني إيه بعد كده هو الحمد لله الحاله اتحسنت كتير كتير جدا. الحاله يعني اللي مع حضرتك كانت وراثيه؟ الحاله اللي معايا ما كانتش وراثيه. هي مش بالضروره ان وراثيه ان الاب والام يبقى كان عندهم. لا بس اقصد ان هو طفل صغير فممكن هي يكون مولود بيها. زي ما تقولي جينيه. انت فاهمه ازاي؟ ان هي في الجينات عنده ظهرت عليه علامات الاكزيما دي. تبقى علامات بسيطه زي كده مثلا ايه قشور. فاهمه ازاي؟ زي ما كانت باينه في الصوره اللي عنده. فاهمه ازاي؟ ممكن نرجع للصوره تاني اللي قبلها. تمام. زي ما انت شايفه كده هو فيها بثور حمراء ومعبيه. معبيه زي ماده كده هو لونها اصفر. ايه الماده دي عباره عن ايه يا دكتور محمد؟ زلال لونه اصفر. فاهمه ازاي؟ بس دي من الحاجات اللي بتميز الاكزيما. في معظم حالات الاكزيما بتبقى لازم يظهر فيها مثلا زي بثور او لازم يظهر فيها زي الماده الصفراء دي. تمام. هل ليها مكان محدد او معين بتطلع فيه؟ في الغالب الاكزيما بتبقى في الاطراف في معظم الاوقات. هي فعلا بس الصوره اللي معانا ظاهره في الاطراف. في معظم الاوقات بتبقى الاكزيما في الاطراف. بس يعني ايه في حالات كتيره جدا تظهر اكزيما في الوش زي ما، وخصوصا في الاطفال بتبان جدا في الوش. ساعات بتبقى في الكوع نتيجه الجفاف الشديد، لان اصلا الاكزيما هو عباره عن التهاب جلدي نتيجه جفاف شديد جدا.
واحنا خصوصا برضو داخلين على فصل موسم برد وكده. انا بنوه برضو ان احنا عندنا عاملين في صيدليه اسماعيل القاضي اسبوع توعيه بالامراض الجلديه اللي ممتاز. بتظهر عند حضرتك في الصيدليه صيدليه القاضي. مكان فين يا دكتور؟ صيدليه مكانها فين عشان لا عندنا في السويس في الحرفيين في السوق التجاري. دي في الدكتور اسماعيل موجود طبعا والدي هناك على طول وانا موجود باستمرار. بنتابع مع الناس يعني حالات كتير في الجلديه سواء كانت اكزيما او صدفيه او بهاء، في خصوصا ان احنا داخلين على فصل الشتاء بسبب جفاف الجلد بتبتدي تظهر الحالات اللي زي كده اهو. بيبتدي يظهر عندي مثلا زي الاكزيما بتبتدي تنتشر اكتر في فصل الشتاء نتيجه الجفاف الشديد للجلد. نتيجه ممكن برضو نقول هنا بقى اكزيما موسميه، ممكن تقولي عليها اكزيما موسميه، بس هي بتبقى مع المريض. مريض الاكزيما بتبقى الاعراض ظاهره عنده على طول. يعني ايه؟ احنا كمان خطتنا في العلاج ان احنا بنحاول ان الاعراض دي اطول فتره ممكنه ما تبقاش موجوده عنده. حضرتك فاهمة ازاي؟ بس بتطلع في شهور معينة في السنة. هي بتطلع في شهور معينة في السنة، وفي ناس على فكرة في ناس تانية بتطلع معاها في الصيف أكتر. مش شرط دي بتبقى مرتبطة أكتر بالأوعية الدموية، لأن بيبقى زي عندهم شبه دوالي أو كده أهو. صحيح. خصوصًا في منطقة الساقين. صحيح. أنا طبعًا كنت هسأل حضرتك السؤال الخاص بعلاج الإكزيما، بس عندي طبعًا محاور كتيرة جدًا عايز أسألك فيها، بس طبعًا بما إننا عرضنا صورة الولد قبل وبعد، فطبعًا عندي فضول فظيع أعرف حضرتك عالجته إزاي. لا والله هو بص على ما شاء الله الصوره اللي بعد كاني ما فيش اي اعراض تماما من الاكزيما. سيدنا محمد، هي الفكره في الحاله اللي عنده دي، الحاله دي اكزيما وراثيه. طبعا انا كل بتجيلي الحاله مختلفه، يعني كل حاله بتبقى مختلفه عن الحاله الثانيه. بمعنى ايه؟ بمعنى ان انت مثلا عندك اكزيما دهنيه، اكزيما في فروه الراس، دي لها حاجه يعني هي مش جلديه بس، ولكن هي كمان بتطلع في الشعر. بتطلع في الشعر، بتطلع في فروه الراس، فدي لها خطه علاج معايا مختلفه عن خطه العلاج اللي هتطلع مثلا في الجلد. فاهم ازاي؟ نسب معينه في التركيبات اللي انا بعملها بتختلف عن اللي هتطلع في ايدي. طب انا كان ليا سؤال عند حضرتك، هل الملابس بما اننا طبعا داخلين على فصل الشتاء، الملابس الصوف بتكون ليها تاثير؟ يعني الملابس الصوف مالهاش تاثير قوي، ممكن اقول البوليستر هو اللي ممكن لها تاثير في الاكزيما اكتر من الملابس الصوف. تاثير محفز او مهيج للاعراض مهيج للجلد بالظبط كده هو. ليه؟ ان يعني ايه، في حالات كتير من الاكزيما خصوصا بنسميها احنا الاكزيما التلامسيه، وفي ناس برضو بيسموها اكزيما ست البيت. تفهم ازاي؟ ست البيت ان هي بتبقى نتيجه اكتر المنظفات ومثلا المطهرات والحاجات المنزلية. والحاجات يعني الديتول نفسه ممكن استخدامه كتير او كده هو ممكن يسبب ان الجلد يبقى حساس جدا. طب هل ده عشان نوع البكتيريا اللي انا بقتلها بيبقى سواء هي بكتيريا نافعه او ضاره؟ هي البكتيريا النافعه ممكن بتاثر معايا، بس مش برضه نوع البكتيريا. انت ممكن كمان نفسها الماده نفسها جسمك عمل منها حساسيه، ومش شرط ان الحساسيه دي تبقى حساسيه دلوقتي. لا، انت ممكن استخدمتي مثلا بتستخدمي نوع ميك اب معين، او بتحطي مثلا بتستخدمي فضه او نوع حلي معين في نيكل او كده هو، ممكن بتقعدي فتره الجلد نفسه يكون حساس للماده، حساس للماده دي، وممكن الجلد يكون حساسيه. ممكن الحساسيه دي انت مولوده بيها للماده دي، او ممكن الجلد يكون حساسيه ليها. ومش شرط الحساسيه دي في استخدامك كده دلوقتي، انت ممكن الحساسيه دي تظهر بعد فتره من استخدامك للحاجه دي. سؤال بقى بيفرض نفسه يا دكتور محمد، لا قدر الله انا اتعاملت مع المنظفات او ميك اب او صابون او حاجه مثلا رديئه الصنع وحصل لي لا قدر الله حساسيه، ايه الاسعافات الاوليه اللي اعملها قبل ما اتوجه لدكتور محمد؟ ابسط من ببساطه، ميه بارده بقى، ميه لا هي دايما بننصح مريض الاكزيما تفهم ازاي يبعد عن الميه السخنه، يبعد عن الميه الساقعه، الميه الفاتره، الميه العاديه. تفهم ازاي؟ الميه السخنه ساعات ممكن بتحفز الاوعيه الدمويه فبيظهر عندنا الاكزيما بيظهر. طب معلومه ممتازه، يعني المصاب بالاكزيما يتجنب تماما المياه الساخنه. بالظبط. طيب. يتجنب تماما المياه الساخنه. طب نرجع لحضرتك للتركيبه اللي كنت بتتكلم عنها الخاصه بالعلاج، اتفضل. تمام. بخصوص ايه؟ الطفل اللي شفنا حالته قبل ما حضرتك اتكلمت ان في تركيبه معينه. ما هي لحالته دي اعتمدنا ان احنا القشور اللي انت شفتيها على خده والبثور اللي معبيه، انت فاهمه ازاي؟ ممكن متعبيه ماده زي الزلال، بنستخدم لها نسب معينه. انت فاهمه ازاي؟ للمواد عندنا احنا فيها مواد طبيعيه وفيها مواد كيميكال. فاهمه ازاي؟ التركيبه ما بتبقاش حاجات طبيعيه بس، ما بتبقاش حاجات كيميكال بس. انا دايما انا بنقول ان العلاج الطبيعي لا يغني عن الطب التقليدي. هو ممكن يكون حاجه مكمله ليه. تمام. فاهمه ازاي؟ انما الطب التقليدي هو الاساس في كل حاجه. تمام. يعني حضرتك تقصد الناس بقى اللي بتروح تعمل حاجه اسمها ملح الميت وملح في البحر يعني بنسمع حاجات زي يعني كده. بس ما يغنكش عن الطب التقليدي. فاهمه ازاي؟ يعني ايه، مش في الاكزيما بس، مش في حالات الجلديه بس، في ناس بتلجا للطب. احنا اساتذه ودكاتره في الوصفات الشعبيه بصراحه. لا، الوصفات الشعبيه ممكن بتسبب كوارث. طب ولو كان في الشعر الاكزيما طلعت لي في الشعر،
الحل هيكون ايه؟ كريمات برضو؟ الحل لا، بيبقى شامبوهات وبيبقى لوسيونات، انت فاهمه ازاي؟ بنعمل برضو لوسيون، بنشيل القشره، طبقه القشره اللي بتبقى موجوده، وبنشيل الطبقه المحمره اللي بتبقى من تحتها، انت فاهمه ازاي؟ عن طريق برضو بيبقى زي لوسيون كده، هو بنستخدمه ليها، وبيبقى الاستخدام بتاعه مرتين 3 مرات في اليوم. يعني الموضوع ما بياخدش معانا اكتر مثلا من 3 اسابيع في الموضوع ده، في موضوع القشره بس. بيبقى دايما ننصح الناس اللي هي تبعد مثلا عن الشامبوهات اللي هي ايه، الكوزموتكس العاديه. لا، احنا بنلجأ لكوزموتكس ضد القشره. بس لو ضد القشره مش هي هتسبب جفاف شويه للشعر؟ صحيح. لا مش بالضروره، مش كل الشامبوهات ضد القشره سبب جفاف، حتى لو سببت جفاف للشعر احنا بنعالج دلوقتي حاجه معينه. تمام. دكتور محمد، الضغط النفسي والعصبي والتوتر ممكن برضو يكون من العوامل المحفزه لظهور تحسس في الجلد او الاكزيما؟ مش دايما. لا، مش شرط. لا، مش شرط، مش شرط. انا زي ما قلت لك، هي دي رد فعل مناعي، الاكزيما دي كالاساس رد فعل مناعي. طب هل الكريمات اللي حضرتك بتستخدمها للاكزيما، هل بيكون فيها نوع من انواع الكورتيزون؟ هو بصي، الكورتيزون سمعته سيئه في مصر يعني، حقيقه بس سحري. هو سحري للاسف، هو علاج سحري يعني هو في قاعده طبيه بتقول لك ايه، ذا ريزون از انون جيف ذا بيشنت كورتيزون، يعني زي الكورتيزون بيستخدموه الاطباء لحاجات كتير للاسف جداً. بيكونوا عايزين علاج سريع. سريع. بصي، مش كل الحالات بنستخدم كورتيزون، في حالات بتستدعي ان احنا مثلا نستخدم في التركيبه ودوز عالي من الكورتيزون، وفي حالات ثانيه ما بتستدعيش ان احنا نستخدم كورتيزون، على حسب الحاله نفسها، على حسب نوع الاكزيما. كل اكزيما بتجيلنا بنشوف الحاله نفسها ايه. دكتور محمد، اعراض الاكزيما لا قدر الله قد تصل الى حد النزيف، هي في الحالات اللي بيكون عليها سفير قوي او شديده قوي؟ يعني مش في الحالات السفير، هي في الحالات اللي بيبقى فيها حكه شديده. هي في حالات سفير ما فيهاش حكه، ما في حالات سفير فيها حكه شديده. من الحكه الشديده ممكن يطلع، مش نزيف بمعنى نزيف دموي كبير، لا، ممكن بس من كتر الحكه هو بيعور نفسه. طب هل السمنه، الناس اللي هم عندهم سمنه بيكون ليهم برضو بتاثر معاهم في الاكزيما؟ سؤال جميل قوي يا فعلا، انه كمان بيكون عندهم تعرق او حراره زائده اعتقد بسبب زياده الوزن. يعني هي تعرق وحراره زائده معاكي، بس هي الفكره ان الاكزيما بتيجي للبشره الجافه اكتر، فمعظم الناس اللي عندهم سمنه بشرتهم دهنيه، فبيبقوا عرضة لحاجات تانية أكتر، الجلد برضه، مش هقول لك إنه ولكن بنسبة قليلة ممكن يكون معرض للإكزيما. هو معرض للإكزيما، فاهمة إزاي؟ بس يعني إيه، مش شرط إن هو عشان خاطر عنده سمنة يبقى عنده إكزيما، لا بالعكس، معظمهم بيبقوا بشرتهم دهنية، فبتبقى محمية شوية حتة البشرة الدهنية من الإكزيما. بيبقى ممكن تجي له أنواع تانية من الإكزيما، غالبا فروة راسه أو كده. تمام. نصائح من حضرتك يا دكتور محمد لمريض الإكزيما، خاصة بالعلاج وخاصة كمان بالعناية اليومية للمصاب بالإكزيما. هو أول حاجة يعني إيه، الملابس اللي يلبسها يبقى ملابس قطنية، يبقى يحافظ على جلده جاف من الميه تماما، تفهم زي ينشف جلده اول باول. يا ريت لو الصابون اللي هيستخدمه في ايده يبقى يستخدم صابون طبي، ويستخدمه مره واحده بس في اليوم. يعني كتر برضو ايه، النظافه الشخصيه حاجه، وان انت تبقى ماشي بتعقيم دي حاجه تانية خالص، مش لازم تبقى ماشي معقم يعني. تمام. طب لا قدر الله ممكن الاكزيما تؤدي الى مضاعفات؟ مضاعفات زي يعني ممكن تزيد في اماكن اخرى، يعني مش شرط في مكان واحد، تنتشر. ممكن تنتشر في اماكن كتير في الجسم، انت فاهمه ازاي؟ ممكن تبقى مثلا باديه في ايديه، بتجي لي حالات كتير، يقول لي الاكزيما بدات في ايديا وانتشر. هو طبعا اول ما تجي لي الحاله، اول حاجه بقول له انت رحت لطبيب مختص، والطبيب المختص ده شخصها لك اكزيما، لان في حالات بتبقى بتتلخبط بين الاكزيما والصدفيه. لا، وهو اقرب شبه للحزام الناري شويه. صحيح. زي فلازم الطبيب المختص، احنا دايما بنرجع له، هو اللي بيحدد، هو اللي يحدد لي علشان خاطر اعرف ابتدي خط العلاج صح. ما ينفعش ابتدي خط العلاج. طب هل ليها مده معينه للكريمات اللي انا بحطها، ليها مده معينه ولا هو يعني الى كل ما كل ما يكون في موسم ليها؟ برضو على حسب الحاله، الكريمات اللي انت بتحطيها، وعلى حسب الحاله استجابتك للعلاج بتبقى قد ايه. في ناس استجابتها بتبقى سريعه، في ناس استجابتها بتبقى ابطا شويه. ولكن ده معناه ان انا اكون معرضه لو هي موسميه انها تجي لي في نفس الموسم كل سنه؟ مش بالضروره في نفس الموسم في كل سنه، انت ممكن يعني ايه كل 6 شهور تجي لك، فاهمه ازاي؟ ممكن تجي لك مره في السنه، ممكن ما تجيلكش خالص السنه دي، وتجي لك مثلا بعد 2 3 سنين ترجع لك تاني، مش ضروري يعني. تمام. الحقيقه الفقره ممتازه جدا ومعلومات جيده جدا جدا يا دكتور محمد، وكنا سعداء جدا بتواجد حضرتك معنا النهارده. أشكرك. ان شاء الله يكون في لقاءات اخرى مع دكتور محمد. شكرا ليك يا دكتور محمد. وخلصت فقرتنا النهارده، ولكن حلقتنا لسه ما خلصتش. هسيبكم مع سهى وايمان، بشكر حنان زميلتي، وهسيبكم مع فقره حبوبه اللي كلكم بتستنوها، وان شاء الله هتفيدكم بانواع خاصه بالبشره والعنايه بالبشره. ابقوا معنا. We'll be right back.